أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي الطالب، نتوجه اليوم إليك بسلسلة دروس خاصة بالأقسام النهائية لشعبة الآداب والفلسفة. نتناول في هذه الحصة الأولى درسا بعنوان خواص القمر وتأثيراته لصاحبه القزويني من محور من نثر الحركة العلمية في عصر المماليك. الأهداف التعلمية التي نرجو تحقيقها بعد دراستنا لهذا النص هي أن تكتشف عزيزي الطالب خصائص النثر العلمي في عصر الضعف، أن تقف على خصائص النمط التفسيري، بما اشتهر عصر الضعف خاصة عصر المماليك. لقد اشتهر بكثرة التصانيف العلمية والكتب الجامعة ما يسمى عندنا في العصر الحالي بالموسوعات العلمية. فمن هو القزويني؟ متى ولد؟ وكيف حصل على علمه؟ ومتى كانت وفاته؟ هو زكريا بن محمد القزويني، من مواليد سنة 605 للهجرة بقزوين، نشأ بها، ولما شب تنقل في مختلف الأمصار والبلدان، وحط الرحال بدمشق، وهناك احتك بابن عربي المتصوف الكبير، ثم رحل إلى العراق واشتغل بالقضاء إلى غاية سقوط بغداد على يد المغول والتتار. توفي سنة 682 للهجرة بعد أن خلف أثرين هامين هما عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات في علم الهيئة أي علم الفلك قديما، وأثار البلاد وأخبار العباد في علم الجغرافيا. النص: وأما القمر فهو كوكب مكانه الطبيعي الفلك الأسفل، من شأنه أن يقبل النور من الشمس على أشكال مختلفة، ولونه الداني إلى السواد يبقى في كل برج ليلتين وثلث الليلة، ويقطع جميع الفلك في شهر، وهو أصغر الكواكب فلكا وأسرعها سيرا. وزعموا أن جرم القمر جزء من 39 جزءا وربع جزء من جرم الأرض، ودورة القمر 452 ميلا بالتقريب، وهذا ما وصل إليه آراء الحكماء بحكم المقدمات الحسابية. وهو يحده سطحان كرويان متوازيان مركزهما مركز العالم، السطح الأعلى منهما لمقعر فلك عطارد، والأدنى لمحدب كرة النار، ويتم دورته في كل 28 يوما بحركته التي تختص به من المغرب إلى المشرق. وفلك تدويره يدور في الفلك الحاوي في كل 14 يوما، ففي الدورة الأولى يكون القمر بوجهه الممتلئ إلى مركز الأرض، ثم إن فلكه الكلية ينقسم إلى أربعة أفلاك، ثلاثة منها شاملة للأرض وواحد صغير غير شامل. زعموا أن تأثيراته بواسطة الرطوبة كما أن تأثيرات الشمس بواسطة الحرارة، ويدل عليها اعتبار أهل التجارب ومنها أمر البحار، ف
فإن القمر إذا سار في أفق من آفاق البحر أخذ ماؤه في المد مقبلا مع القمر، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وسط سماء ذلك الموضع. فإذا صار هناك انتهى المد منتهاه، فإذا انحط القمر من وسط سمائه جزر الماء، ولا يزال كذلك راجعا إلى أن يبلغ القمر مغربه، فعند ذلك ينتهي الجزر منتهاه. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد مرة ثانية، إلا أنه أضعف من الأولى، ثم لا يزال كذلك إلى أن يبتدئ بالجزر والرجوع، ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر أفق مشرق ذلك الموضع، فيعود المد إلى ما كان عليه أولا، فيكون في كل يوم وليلة بمقدار مسير القمر فيهما في ذلك البحر مدان وجزران. ومنها أمر أبدان الحيوانات، فإنها في وقت زيادة القمر وضوئه تكون أقوى، والسخونة والرطوبة والنمو عليها أغلب، وتكون الأخلاط في بدن الإنسان ظاهرة، والعروق تكون ممتلئة، وبعد الامتلاء تكون الأبدان أضعف، والبرد عليها أغلب، والنمو أقل، والأخلاط في غور البدن والعروق أقل امتلاء، وذلك أمر ظاهر عند علماء الطب. ومنها أن الأطباء ذهبوا إلى أن أحوال البحرانات وتقارب أيامها مبنية على زيادة ضوء القمر ونقصانه، وكتب الطب ناطقة بذلك، وزعموا أن الذين يمرضون في أول الشهر تكون أبدانهم وقواهم على دفع المرض أقوى، والذين يمرضون في آخر الشهر بالضد. عزيزي الطالب، بعد أن أنهينا قراءة هذا النص نمر الآن إلى مرحلة أخرى من دراستنا له، وهي إثراء الرصيد اللغوي. نبدأ بمعاني الألفاظ. جرم، الجسم من الحيوان وغيره. الفلك الحاوي الشامل، وتد الأرض مركزها. الأخلاط الأصناف. غور البدن عمقه أو داخله. البحرانات، البحران هو التغير الذي يحدث للمريض دفعة من الأمراض الحادة. المحدب، المنحني الظهر، والمحدب من الخطوط ما التوى إلى الجهة العليا. المقعر العميق، والمقعر من الخطوط الذي لا يكون محدبا. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية في إثراء رصيدنا اللغوي، تتعلق بالحقل المعجمي. السؤال: أذكر الكلمات الواردة في النص والتي تنتمي إلى مجال الفلك. الكلمات التي تنتمي إلى مجال الفلك هي القمر، الكواكب، الأرض، عطارد، كرة النار، الفلك الحاوي وغيرها. الآن فيما يخص الحقل الدلالي، إليك هذا السؤال الأول: ابحث عن معاني الكلمات التي تحتها سطر في الآية القرآنية الكريمة الآتية: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الكلمة هي منقعر. قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الكلمة هي حدباء. الجواب: منقعر، منقعر النخلة قطعها من أصلها.
ونقول قعره بمعنى صرعه، ونقول قعر البئر عمقها أو نزل إليها حتى انتهى إلى أصلها. أما الآلة الحدباء فهي الآلة المنحنية، وفي النص يقصد بها النعش. والمرأة الحدباء هي المنحنية الظهر، الخارجي ظهرها والداخلي صدرها وبطنها. آخر سؤال في مرحلة الإثراء، ما معنى المد والجزر؟ المد ارتفاع ماء البحر في الشاطئ، الجزر انحسار ماء البحر عن الشاطئ. عزيزي الطالب، بعد هذه المرحلة نبدأ في اكتشاف معطيات النص. السؤال الأول، تحدث الكاتب في الفقرة الأولى عن عالم القمر، اذكر النواحي التي تناولها. الجواب، تناول الكاتب في الفقرة الأولى النواحي الآتية: مكان القمر، لونه، تناول مكان القمر، لونه، مسيرته، دورته، وعلاقته بالشمس. السؤال الثاني، لقد امتد تأثير القمر ليصل الإنسان بعد البحار والمحيطات والكائنات الأرضية، بين من النص نواحي هذا التأثير. برأي من نقل عنهم الكاتب أن تأثير القمر في الإنسان يكون في وقت زيادة القمر وضوئه، فالأبدان في هذا الوقت تكون أقوى، والسخونة والرطوبة والنمو عليها أغلب، وتكون الأخلاط في بدن الإنسان ظاهرة والعروق ممتلئة. وأما تأثيره على البحار فينتج عنه ظاهرة المد والجزر. ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى هي مناقشة معطيات النص. السؤال الأول في هذه المرحلة هو: النص حافل بالمعلومات لكنها ضعيفة القيمة العلمية، ما رأيك مع التعليل؟ هذا صحيح، فالنص مليء بالمعلومات لكنها لا تستند إلى أساس علمي ودلائل وبراهين وحجج منطقية، فيكتفي الكاتب بأن يقول زعموا، ولقد كررها مرتين في نصه، كما أنه يطلق الأحكام جزافا، فمن أين له أن يعرف أو يعرف غيره أن القمر يحده سطحان كرويان مركزهما هو مركز العالم، وأين يقع وتد الأرض؟ السؤال الثاني في هذه المرحلة، حاول الكاتب أن يعطي لنصه قيمة علمية، أين تجد هذا في النص؟ نجد هذا لما قال: وهذا ما وصل إليه آراء الحكماء بحكم المقدمات الحسابية، ولما قال أيضا: وذلك أمر ظاهر عند علماء الطب، ولما قال: أن الأطباء ذهبوا إلى أن أحوال، إلى آخره مما قاله في نصه. السؤال الثالث والأخير في مرحلة مناقشة معطيات النص، لدورة القمر وحركته أهمية في التقاويم وضبطها، بين حاجة المسلمين إلى ذلك. حاجة المسلمين هي متابعة دورة القمر لضبط التقويم الهجري، لأن الكثير من العبادات والمناسبات مرتبطة به كالصوم وزكاة المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذا ضبط الأشهر الحرم والحج وغيرها. الآن نمر إلى مرحلة تحديد بناء النص. السؤال الأول في هذه المرحلة، ما الدلالة الفكرية لكلمة زعم الواردة في النص؟ كلمة زعم تدل على الشك وعدم التثبت في نقل الخبر، وقديما قالت العرب في أمثالها وحكمها: زعم مطية الكذب.
سؤال ثاني، ما نوع اللغة التي اعتمدها الكاتب لإيصال معلوماته؟ اللغة المعتمدة هي لغة علمية تعتمد على نقل المعلومات والأخبار والحقائق دون تكلف أو انفعال أو خيال، كما تعتمد على المصطلحات العلمية. سؤال آخر، بما تفسر قلة الأساليب الإنشائية في النص؟ وهل يعد ذلك دليلاً على نمطه؟ النص كما تراءى لك ذو طبيعة علمية، يحتاج إلى الأسلوب الخبري لتقرير الحقائق ونقل المعلومات، فهو ملائم لمثل هذه الموضوعات. أما فيما يخص نمط النص فهو تفسيري ملائم هو كذلك لمثل هذه الموضوعات العلمية، ويتميز هذا النمط من خلال النص بما يأتي: الشرح والتفصيل والاستطراد وتتبع تفاصيل الموضوع لاستقرائه تماما أو الإلمام به من كل جانب. وهذا ما قام به الكاتب لما تناول بالتفصيل ذكر القمر وخصائصه وميزاته وآثاره. لذلك كثر ضمير الغائب الذي سيطر على كامل النص وقد تعددت أنواعه وعائده. فمثلا نجد الضمير هو، وكذلك نجد الهاء، وعائدهما القمر، ونجد ضمير الواو وهو ضمير يدل على الذين استمد منهم الكاتب الخبر. كما تميز هذا النمط بسيطرة الجمل الخبرية وكثرة المصطلحات العلمية. ننتقل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي مرحلة تفحص الاتساق والانسجام في النص. سؤال أول فيها، استخرج من النص التضاد وبين وظيفته. الجواب، التضاد المد والجزر وهو طباق الإيجاب، زيادة ونقصان طباق الإيجاب، أول آخر طباق الإيجاب، وقد وضح المعنى وأكده. ما دلالة الأفعال الآتية: ابتدأ، يزال، يصير في ترابط معاني النص؟ تدل الأفعال ابتدأ، يزال، يصير على مسار القمر من مولده إلى غاية استقراره، كما تدل على الانطلاق والاستمرارية والتحول من حال إلى حال. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير في هذه المرحلة، وهو استخلص خصائص النص العلمية مع التمثيل. من خصائص النص العلمية من خلال النص: البعد عن العاطفة والخيال، الموضوعية والابتعاد عن الذاتية والآراء العاطفية الشخصية، توظيف المصطلحات العلمية، اعتماد الأسلوب العلمي البحت، الاستعانة بالأرقام والإحصاءات، التسلسل المنطقي. فقد وصف الكاتب القمر وبين ماهيته، ثم انتقل إلى الحديث عن آثاره في الكون عامة وفي الإنسان خاصة. أخيرا نجمل القول في تقدير النص. السؤال الأول، ما أهم ما تضمنه نص القزويني؟ إن القزويني في نصه هذا يجمع ما توصل إليه من معلومات حول كوكب القمر من حيث شكله ولونه وموقعه في الفلك وتأثيراته على الكائنات الأرضية ومنها الإنسان، على أنه لم يستعمل أدوات العالم من استقراء وتمحيص وتحليل حتى يميز بين العلم والخرافة، وإن حاول إسناد بعض
مما جاء به إلى الحكماء والأطباء؟ السؤال الثاني والأخير، بما يتميز أسلوبه وأفكاره ولغته؟ يتميز أسلوبه بالسهولة ولغته بالوضوح وأفكاره بالتسلسل واستقصاء الفكرة الواحدة من جميع جوانبها وتفصيل القول فيها مع إطالة المقدمات وتكثيف مادة المعلومات والاستشهادات. الآن نمر إلى مرحلة استثمار هذا النص الذي مر معنا في مجال القواعد، بالضبط في درس معاني حروف الجر والأهداف التعلمية التي نرجو تحقيقها، هي أن تتعرف عزيزي الطالب على حروف الجر وأن تتعرف على معانيها. فلنتأمل ونلاحظ معا. نأخذ مقتطفا من النص الذي مر معنا، جاء فيه: أما القمر فهو كوكب مكانه الطبيعي في الفلك الأسفل، من شأنه أن يقبل النور من الشمس على أشكاله المختلفة، ولونه الداني إلى السواد يبقى في كل برج ليلتين وثلث ليلة، ويقطع جميع الفلك في شهر، وهو أصغر الكواكب فلكا وأسرعها سيرا، وزعموا أن جرم القمر جزء من 39 جزءا وربع جزء من جرم الأرض، ودورة القمر 452 ميلا بالتقريب، وهذا ما وصل إليه آراء الحكماء بحكم المقدمات الحسابية. نناقش ونستنتج. السؤال الأول، متى يجر الاسم؟ يجر الاسم في موضعين هما إذا سبق بحرف جر أو بالإضافة. اقرأ المقتطف الذي مر معنا واستخرج ما فيه من حروف الجر. حروف الجر الواردة في المقتطف هي على الترتيب: من، على، إلى، في، والباء. لحروف الجر معان أصلية وأخرى فرعية، فما هي معاني حروف الجر الأصلية الواردة في هذا المقتطف؟ معاني حروف الجر الأصلية الواردة في المقتطف هي: أولا، من، وتفيد ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية، مثل: سهرت في مراجعة الدروس من 9 ليلا إلى 12 ليلا، ومثل: سافرت من الجزائر إلى مكة المكرمة. ثانيا، الحرف على، تفيد الاستعلاء حقيقة ومجازا، مثل: الكتاب على الطاولة، وكذا: ارتقى على سلم من الأخلاق. الحرف الثالث إلى، يفيد انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية، كما في المثالين السابقين: سهرت في مراجعة الدروس من 9 ليلا إلى 12 ليلا، وكذا: سافرت من الجزائر إلى مكة المكرمة. الحرف الرابع في، يفيد الظرف الحقيقية أو المجازية، مثل: محمد في الدار، محمد في رحمة الله. الحرف الخامس الباء، يفيد الإلساق الحقيقية أو المجازية، مثل: مررت بالمدرسة، أي ألصقت مروري بمكان يقرب منها، وأمسكت بيد المريض. السؤال الرابع، الآن بعد أن عرفنا المعنى الأصلي لهذه الحروف، ابحث عن معناها في المقتطف. من الواردة في المقتطف في قوله: من شأنه ومن الشمس، أفادت ابتداء الغاية، وفي قوله: من 39 جزءا ومن جرم الأرض، أفادت التبعيض. الحرف على في قوله: على أشكال
مختلفة أفادت معنى حرف الجر الباء، إلى في قوله إلى السواد، وفي قوله إليه أفادت انتهاء الغاية، في قوله في كل برج، وفي قوله في الشهر أفادت الظرفية المجازية. الباء في قوله بالتقريب وبحكم المقدمات أفادت الإلصاق والاستعانة. سؤال أخير، اذكر حروف الجر الأخرى. حروف الجر الأخرى هي اللام، الكاف، عن، رب، حتى، التاء، الواو، مذ، منذ، خلا، عدا، حاشا. ماذا تستنتج من كل ما سبق؟ نستنتج أن لحروف الجر معان أصلية، ولكن وجوه استعمالاتها يضفي عليها معان عدة تعرف من خلال الجملة النحوية.